أبعد من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم أتكلم بحلاوة تروح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. جربت في مرة أقرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم اتكلم بحلاوة روح راجع مجروح مش قادر. عارفة يا فريدة الراجل ده يبقى مين؟ سيد رفاعي Thank you.
ايه ده؟ انتي ماشيه ولا ايه؟ اصل في دكتور جاي مصر من المانيا وانا حاجزه البابا النهارده عنده. طب والست اللي جايه من ايطاليا دي؟ عايزه ايه؟ عايزه تتطلق. طب ما تروح تتطلق في بلدهم. يا بنتي دي مصريه ومتجوزه مصري وكتب كتابها في مصر كمان. اقعدي معايا انتي نسرين. دي جايه على اسمك انتي وعرفت انك موجوده هنا وعايزه تقابلك دقيقتين وبعد كده بقي سيبيها لي. ايه مشكلتها في الطلاق؟ جوزها معاند. كاتب مؤخر كبير. خالص جوزها ملياردير يعني لا يفرق معاه مؤخر كبير ولا صغير. كل الحكايه ان هو معاندها وهي مش طايقه وعايزه تسيبه باي طريقه وقلت لها فلا قرشين وهي ماشيه. الحكايه فيها طمع. هتديني 20% من اللي هتاخده. 25% وطلقها هي وامها واختها وابوها لو حبت كمان. هاتيها. ماشي. نسرين دقيقتين وتاخديها وتخلعي اوكي؟ اوكي. اي بابا معلش يا حبيبي انا اتاخر عليك نص ساعه. يلا اتفضلي. هاي هاي بابا سعيد. الله يسلمك استاذه هدى. كانت عايشه طول عمرها في اوروبا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تشربي حاجه؟ ووتر بليز ممكن؟ عصير برتقال ومية. سمعتك سبقاك يا دكتورة. ميرسي قوي. ممكن بقى تقولي لي ايه الحكاية بالظبط؟ حكاية انه بيمد ايده عليا وبشكل مستمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو لسه في الزمن ده راجل بيمد ايده على واحدة ست؟ لا وايه وطول عمره عايش في اوروبا. كمان عايش عمره كله في اوروبا؟ انا بقالي سنتين عايشة في جحيم من ساعة ما اتجوزت واحنا في مشاكل. يبقى اكيد في اختلاف في الطباع. بصي هو تنشن على طول. بيتعصب من اقل حاجة وادفع حاجة. وانا بطبيعتي هاديه وما بحبش الصوت العالي والكلام كتير. طب ما حاولتيش تقعدي معاه تتكلمي معاه في المشاكل دي تحكي له يعني؟ انا خلاص ما بقاش عندي اي استعداد اكمل معاه بعد ما مد ايده عليا. انتوا عايشين في ايطاليا؟ كنا. وبعدين جينا هنا اجازه وفاجئني انه مش عايز يرجع ولا عايز يسيبني ارجع. انت تعرفتي عليه ازاي؟ اتقابلنا في روما جينا على هنا اتجوزنا وقعدنا شوية وبعدين رجعنا سافرنا شوية طلعنا لندن شوية باريس مفيش استقرار خالص يا دكتورة. وهو كان طيب وحنين كان رومانسي وبعدين اتقلب وفجأة كده وبقى حد تاني من غير سبب؟ هو عايز نجيب له بيبي بأي شكل. وانتي مش عايزة؟ طبيعة شغلي بتخليني اركب طيران كتير عشان يحصل حمل لازم اخد اجازه طويله. انت مش بتقولي ان هو ملياردير؟ anyway شغلي ملوش اي علاقه بيه مع ان انا السبب اللي هو فيها. ازاي بقى؟ مش مهم يا نسرين خلينا في الموضوع. انا طوعته اخيرا عشان ارضيها. هو انت حامل؟ في شهر تالت. طب ينفع كده؟ كانت بتفكري في الطلاق وحامل في الشهر التالت؟ مش احسن ما افضل عايشه مع واحد مجنون واناني ومش محسسني بالامان؟ حضرتك معايا؟ انا معاكي. انا قلت للاستاذه اني هدفع 20% من اي فلوس هتجيبيها لي منه. لا 25%. لو جبتي لي اكثر من 3 مليون هديك ال 25%. لو عديت ال 3 مليون هاخد 30%. اوكي موافقه. نسرين عايزاكي تقومي بالليله ديت تاخدي بيانات جوزها وتعملي البلاغات اللي هكتبها لك ديت. اوكي. عايزاكي كمان تكلمي حسن علوشة يعمل لها شويه تقارير باصابات. بس انا لا ما تقلقيش انت مالكيش دعوه بالليله دي خالص. يعني مش هيكشف عليا؟ عيب تبقي عند فريد الطبي برضو يكشفوا عليكي. مش عايزه اوصيكي بقى ها تتوصي بجوزها يجي على ملا وشه ويا سلام بقى لو اديت له سنتين ثلاثه. بس انا شايفه ان البيبي ده لازم ينزل. اوريدي انا بفكر في كده. طيب كويس انا هديكي عنوان دكتوره صاحبتي هتعمل لك العمليه وهخليها كمان تكتب لي التقرير ان البيبي سقط بسبب ان هو بيضربك. Thank you.
صحيح، عملتي ايه مع الست بتاعت ايطاليا؟ جبت لجوزها حكم سنه غيابي. نعم يا اختي، سنه واحده. اه ما هو لسه في الضرب والاجهاض. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ واحد زي ده كان لازم يترقع له 5 6 سنين يجي مكفي على وشه عشان اعرف اخد منه اللي انا عايزاه. واحنا لسه علمك الشغل من اول وجديد. امسكي، كنت فاكراكي جايه تقولي لي نسبتك اهيت على سنه سجن. قال هكلمك. يلا باي باي. بصي استهبال الواد والنبي. بكلم الراجل جوز الست بتاعت ايطاليا. وده جاب تليفونك منين؟ ولا حاجه، ده تقول واحنا بنعمل محضر التصالح. يا نهار اسود، واضح انك انت خلاص. ها فريده، مز 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 اخر حاجه. انت كل رجال عندك مز مز. مين زياد رفاعي؟ صاحب شركة زي ار، لسه مصرت الاوراق المالية. كنت متأكد انك جاية. بس انا بقى ما كنتش متأكد ان انا جاية. انا ماليش دعوة بيكي، انا ليا دعوة بالراهين تعليم مع نفسي. الواحد يعني بيبقى متصور انه عايش قصة حب. بحبك يا دكتورة. انت جننت ولا ايه؟ مش حب ولا حاجة، في الاخر الواحد بيكتشف ان هي وهم. انت كنت فين من زمان؟ كنت بدور عليك يا فريدة وما صدقت لقيتك. ممكن انت تفهمي الصور دي؟ بتقوليني مع ده؟ مش عارف لو في انسان تاني يتمنى النصر من عينيكي. اسمه زياد الرفاعي. زياد طلبك وكلنا وافقين. يا ريت ولادك يعرفوا انت قد ايه بتحبيهم، يا ريت تحبيني ربع الحب ده. خلي بالك منهم. ايوه يا فريده، دول ولادي. مش انت اللي جبته لنا يوم الرحله؟ الواد ما طلعش زباله قوي زي ما كنت متخيله. انت بتدور عليها يا زياد؟ احمد عندي في البيت، ما تلاقيش. انا كلمت الدكتور بهجت عزازي، طلبت منه كده نشوف لنا ممرضه تكون كويسه عشان تقعد مع جوجي وبابا الفتره الجايه. الواد كاشو غلطه. الو، ايوه ساره وصلت؟ لسه. ساره لو اتصلت او وصلت تكلميها على طول، مفهوم؟ طيب يلا. مستر زياد حضرتك مش نازل ولا ايه؟ الساعه داخله على 10. مش عارف يا دينا، مش عارف حاجه. هو حضرتك مستني حد؟ المفروض كانت فريده جايه من زمان، ما وصلتش لحد دلوقتي، مش عارف عنها حاجه، مش عارف اعمل ايه. لا تليفونها بيرد ولا المكتب بيرد. الو، ايه يا نسرين؟ برضه ما بتردش. انا مش فاهم، اتصلت بيا اخر مره الساعه 3، لحد دلوقتي ما اعرفش عنها حاجه، بعد كده فص ملح وداب. طيب خلاص خلاص اقفلي، انا هحاول تاني. سلام سلام. ده ايه النيله السودا دي؟ وراحت فين دي وما بتردش على التليفون ليه؟ جوجو حبيبي يلا انزلي بسرعه بقى عشان تيتا مستنيه تحت وعماله ترن. ماما خليني قاعده معاكي النهارده عشان خاطري. معلش يا جوجو، انزلي بقى عشان انا عندي شغل كتير النهارده ولازم انزل. ها يلا يلا حبيبي يلا يلا. خدي بالك من نفسك. ها باي، روحي. الو
الو يلا بيبي اطلع بقى، وزعت لك جوجو. بس اسمع، هنخرج بعد كده. لا هنخرج. يلا طب اطلع بسرعه. تقلقش يا مستر، الغايب حاجته معايا. روحي انت دينا، روحي. اوكي انا اذن حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا معايا تليفون، عايز أرجع الداتا اللي عليه كلها، ينفع؟ آه طبعًا يا فندم، خمس دقايق والداتا تكون مع حضرتك. اتفضل. شكرًا. حد عندك؟ ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ جاوبيني الأول، حد عندك ولا لأ؟ لأ، أنت إيه؟ الهوا اللي بعتك ولا الشوق رماك؟ لا شوق ولا زفت، الولية دي جات لك النهاردة ولا لأ؟ بتسأل ليه؟ ايه اللي بسأل ليه؟ ردي عليا. شكلك شاورت عقلك وهنلعبها مع بعض. ما انا عارفاك يا واد تموت في الارانب. قرري بايه وزفت ايه؟ بقول لك لولا جات لك النهارده ولا لا؟ ردي على طول. النهارده لا. اطلع انت كمان. الو. لا ما جاتلهاش النهارده. انت رحت لها البيت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك، صدق بالله احنا انت عيل زباله. مش انا قايل لك يا حيوان تكلمها في التليفون؟ افرض لقيتها عندها ولا كانت مراقبه البيت، نعمل ايه ساعتها؟ طب اقفل اقفل، مش وقته. اقفل اقفل. ها وصلت لحاجه ولا حاجه؟ رفع بيها. طب ونسرين؟ كلمتها قالت لي ان هي سابتها من بدري. كان على فكرة أنا خايف جدا لا يكون. لا 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 ما تكملش، الله يخليك. إن شاء الله إن شاء الله شوية وهجي بإذن الله. إن شاء الله. Thank you.
2000 30 جدا عليك. قلقتك ولا وحشتك؟ الاثنين طبعا. احنا الاثنين، انا واللي في بطني، مش كده؟ شوفي هو بصراحه الثلاثه وحشتيني وقلقتيني عليكي وعلى البيبي اللي في بطنك. فريده، ممكن حبيبتي تقولي لي انت كنت فين وتاخرتي ليه؟ اكيد كانت في السيده نفيسه. ما انا عارف بنتي، هي كل ما تعرف انها حامل تروح للسيده نفيسه تقعد هناك شويه. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا. طيب انا اذنك. بعد اذن حضرتك. اتفضل. حبيبي زياد، أنا عايزك بقى تنسي الجامعة والقضايا والمكتب، عايزك ترتاحي على الآخر. فكرتني بالجامعة، بقالي كتير قوي ما بروحش. امتحان الترم قرب، الولاد يعني ما خدوش حاجة. لا ترم ولا جامعة، أنا عايز أجازة مفتوحة لمدة 9 أشهر. ليه كل ده؟ الحكاية ما تستاهلش. لا مستاهلة. إيه يا زياد؟ انت ناس ان انا مخلفه 3 مرات ولا ايه؟ قولي بقى، عايز ولد ولا بنت؟ مش فارقه فريده، يعني المهم ان انت ايه؟ بلاش كلام الدبلوماسيه ده. ولد ولا بنت؟ بنت تكون شبهك. انا بقى عايزه ولد يكون شبه كوكا الله يرحمه. وحشني قوي. حبيبي انا عايزك تغيري هدومك عشان ترتاحي. انا كمان لازم انام بدري عشان عندي يوم الصبح. زيت يا ترى يا فريدة كنت فين؟ أنا اضطريت أقول السيدة نفيسة لأني حسيت إنك مش عايزة تقولي كنت فين وإن في حاجة مخبياها. فريدة انت نمتي؟ لا. أنا عايز أعترف لك بحاجة أنا مخبيها عنك. أنا اللي مسحت الديتال على الموبايل أحمد. يعني خفت تتضايقي لما تشوفي المسج المعفنة اللي بعتها الواد الزبالة اللي اسمه هادي. ولا يهمك حبيبي، تصبح على خير. وانتي من أهله.
ما تخافش يا نصارى، امسك كلب. مين الموزه اللي كلمتها من الموبايل امبارح؟ علا. الو، ثانيه واحده، ممكن نبيس القهوه اللي انت عملتها لي امبارح؟ شكلها عجبتك قوي، بتضيع الصباع اللي عندي وبتخلي جسمي كله يريح. اصل انا بعملها لك ببني مخصوص، خد بس انت راحتك في الكلام مع الموزه لحد ما انا اعملها لك. لا لا الو، اي علا، علا انا تعبان قوي، جسمي كله مكسر. يا ابن الله يهديك، اسمع كلامي. عايزين نسمع كلامك فيه يا وليه انت؟ انت تقعد زي الامور كده وانا اكلمها وهي تيجي تديني المليون جنيه وبعد كده براحتك. عايز تتجوز البت وتنبسط ماشي، عايز تخلع من الجوازة برضو ماشي، بس ندور على مصلحتنا بقى. الراجل اللي انت ماشي وراه ده بيدور على مصلحته وبس، واول ما يوصل للي هو عايزه هيقول لك امك في العش ولا طارت. تفتكري؟ لا لا اكيد لا. وبعدين هو اصلا مش لاقيها، احنا نوصل لها ازاي؟ طب هو بيدور عليها ليه؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه. احسن حاجه فيك انك مش فاهمه اي حاجه، احسن لك ما تفهميش. يا مساء. مش هتصدق احمد كلمك. ايه ده، انت عرفت منين؟ طلع زي القطب بسبع ارواح. ايه اللي بتقوله ده؟ فياريته كان مات وريحنا. انت مجنون؟ انت اصلك مش حاسه بالقلق اللي هنفضل عايشين فيه؟ يا ابني احنا كنا في قلق من ساعه ما سبناه ونزلنا، بس دلوقتي خلاص مفيش قلق. بالعكس، ده انا من اول ما عرفت انه لسه حي وانا ميت في جلدي. ليه؟ تضمني منين انه ما يجيبش سيرتنا لحد؟ ما تقعدش بقى تفتكس في حاجات مش هتحصل. طمني نفسك انت وعيش في الوهم لحد ما تلاقي صورتك نازله في صفحه الحوادث. لا خليك انت سايب شغلك وبيتك وعيش لي في جو الاكشن بتاعك ده. اللي زي ده ما يضمنش انه بلسان. كان عملها اول مره، وبعدين يا ابني هو لو كان ناوي على كده كانش كلمني. صح، بس المره دي بقى الوضع مختلف. يعني ايه؟ يعني احنا واقعين في مشكله كبيره وانت ولا واخده بالك اصلا. بالعكس بقى، انا شايفه ان مفيش مشكله. طب ايه رايك بقى ان امه خدت الموبايل بتاعه وخدت الساعه بتاعتك وحالفه لا توصل لنا؟ هتوصل لنا يا علا. انت عرفت ده كله منين؟ مش مهم عرفت منين، المهم احنا لازم نلحق نعمل نفسنا. هو كلمك ازاي؟